السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اهلا بكم في قناة بروف صوت، في فيديو جديد من قناة القناة. ان شاء الله النهاردة هتبقى اول درس في دورة الباش سكريبت. الباش سكريبت لو محدش يعرفها، هي الباش سكريبت هي لغة برمجة، لغة التعامل مع الويندوز، اللغة اللي تصنع بيها الويندوز من اساسه. بغض النظر انها لغة سهلة التعلم ومدخل للمبتدئين لو انت عايز تخش في مجال البرمجة وكده، فدي لغة مناسبة ليك لو انت كمبتدئ يعني. خامسا يعني يتم عمل بها مهام كثيرة عن طريق ملف تصنع بها الفيروسات بتاعت الويندوز. مثلا تتحكم، تبقى يعني مالك الويندوز ده بين ايديك. مفيش حاجة في الويندوز ما تفهمهاش، لا انت كله هتفهمه بلغة الباتش سكريبت دي ان شاء الله. خلينا كده نبدأ بآلية عمل الباتش سكريبت او آلية مثلا الكمبيوتر. انت تتعامل مع الويندوز انت بتتعامل معاه ازاي؟ مثلا احنا ندخل على مايك كمبيوتر، بمجرد ان انت تدوس كليكين على ماي كمبيوتر في نفذ الكود ده كله، الاوامر دي اللي بتتنفذ. ان شاء الله نشرح الاوامر دي باذن الله. سي دي كمبيوتر دي اي ار، الاوامر دي بتعرض في الشاشه بتاعتك الجديده اللي هي البارتيشن. فكل حاجه بتنفذها في الكمبيوتر دي عباره عن اكواد بتتصمم او بتتنفذ. فين بقى في السي ام دي او نافذه الدوس اللي هي دي؟ نافذة الدوس اللي هي دي يا جماعة، هي دي النافذة اللي بتصمم فيها كل او اللي بتنفذ فيها كل حاجة في الويندوز. خليني اشرح لك كده. انت مجرد الواجهة اللي قدامك دي، انت مش بتتحكم في الويندوز اللي انت مثلا بتخرج بتعمل مينيمايز كده او تدخل على الكمبيوتر من هنا كده، لا ده كل ده عبارة عن اكواد بتتصمم في السي ام دي، وكل ده انتريوزك او يوزر انترفيس او يو اي او بالاختصار يعني كل اللي بتنفذ في الكمبيوتر ده عباره عن اكواد ان شاء الله هنشرحها. دي بعض الاكواد بتاع السي ام دي اللي ان شاء الله هنشرحها كلنا ان شاء الله النهارده. ان شاء الله نبدا بشويه اللي هي اوامر كده اللي انت تستخدمها في الباتش سكريبت، تعتبر اساسيات يعني. في اي ار ده بيصدر، ده بيطلع لك نوع النظام مصدر. فلا مثلا لو فتحنا السي ام دي كده هنكتب في اي ار، هيطلع لنا كده مايكروسوفت ويندوز فيرجن 6.1، ده الفيرجن بتاع الويندوز بتاعنا. مثلا لو احنا عايزين ندخل مثلا على ملف معين كده، مثلا تلقائي يطلع لك على اليوزر هنا. خلي بالك هو فين دلوقتي، مثلا لو احنا ما فتحنا ماي كمبيوتر بعد كده دخلنا لوكال ديسك يوزرز محمد، هو هنا في المنطقه دي يعني. هو دلوقتي كده تعرف منين هو في المنطقه دي؟ من خلال هنا السي يوزرز محمد. بين كل ملف او التاني بيبقى فيه العلامه دي اللي هي زي العصايه المايله دي لمؤاخذه يعني. فانت ازاي مثلا تخرج او تدخل في الملفات؟ انت مثلا لو انت عايز تدخل في ملف، مثلا هندخل هنا على مثلا ديسك توب، مثلا سي دي ديسك توب، دخلنا كده على الديسك توب. هو دلوقتي تخش مثلا على ملفات، مثلا عايز تطلع مثلا سي دي، لو انت عايز تطلع من الملف او ترجع زي مثلا اللي هي بتاعت الورا دي، مثلا نشرحها كده محمد. انت لما بترجع ورا كده ليها امر اللي هي دي سي دي، تحط نقطتين كده صغيرين، بعد كده دوس انتر كده رجع ورا سي دي تاني، مثلا نقطتين نرجع ورا تاني عند ملف اليوزرز سي دي نقطتين كده، هو بره عند اول انت بتدخل البارتيشن سي كده، هو هنا دلوقتي في المنطقة دي دلوقتي. يعني كده ايه، اتعلمنا ازاي ندخل الملفات وازاي نخرج منها. في امر كده للنافذة الكود يعني ما بيأثرش على الكمبيوتر في حاجة، اللي هو كيلس سي ال اس. مثلا انت لو دوست انتر كده هو مسح لك كل الاوامر او نضف لك السي ام دي بتاعتك كده من كل حاجة، او لو هي مليانة مثلا لو انت كتبت اوامر كتير، او انت مثلا عايز مثلا انت ما بتيجي تفتح السي ام دي كده بتظهر لك الحاجات دي، الحاجات اللي هي مايكروسوفت ويندوز كذا، عبارة انت تدوس سي ال اس كده انحذفت على طول. عندنا امر تاني اسمه ديل اسم الملف. الديل ده بيمسح الملف، مثلا عايزين مثلا نعمل الملف هنا كده، مثلا نعمل صورة نسميها اكس اكس، ناخد امتدادها بروبرتيز بامتداد دوت بي ام بي. خلي بالك يا جماعة، لازم وانت بتتعامل مع الويندوز تكون ملف تحطها بالامتداد بتاعها، يعني ما يكونش الاسم لوحده لان هو يطلع لك اخطاء كده. نطلع نروح على السي دي ديسكتوب، بعد كده ديل اكس اكس دوت بي ام بي، نتاكد كده اللي هو نفس ال بتاع
بي ام بي. اوكي شغال. لو دوسنا انتر دلوقتي هيحذف الملف الاكس دي. لو ندوس انتر زي ما انتم شايفين يا جماعه حذف الملف على طول. مثلا لو هو الملف جوه كذا ملف وانت عايز تحذفه على طول من اول ما انت تخش على الكمبيوتر، مثلا عايز تنظف ملفات التيمب او الملفات المؤقته، بمجرد ان انت تحفظ ملف هنا كده. هقول لك ازاي تحفظ ملف. مثلا هنعمل هنا مثلا نقفل كده، هنعمل ملف تاني اكس اكس دوت دوت بي ام بي. دلوقتي هنيجي عند نوت باد. النوت باد دي هي ان شاء الله هنكتب بيها السكريبتات، او انت لو مش عايز تكتب بيها براحتك في برنامج تاني اسمه النوت باد بلس بلس، ده ان شاء الله هنتطرق له ان شاء الله في الدوره، بس احنا دلوقتي كمبتدئين لسه داخلين في مجال لغه الباتش سكريبت هنتعامل بالنوت باد. هنقول مثلا ديل، هنقول مثلا سي دي ديسك توب. كل انت بتنزل انت كده هو بينفذ، انت قلت له كده نفذ الامر ده، يعني غير وجهتك للديسكتوب، يعني روح على الديسكتوب على طول. دي كده ديل اكس اكس دوت بي ام بي او بي ام بي. بعد كده تدوس فايل سيف از. تيجي هنا تكتب اي اسم، مثلا ماي باتش. نيجي بقى للمهمه، للحاجه المهمه، ازاي تفرق بين تفرق الكمبيوتر ان ده ملف نوت باد عادي او ملف تكست عادي، وان ده ملف باتش سكريبت. هتيجي هنا في الاخر تكتب دوت بي اي تي دوت باد. بعد كده سيف. زي ما انتم شايفين يا جماعه اتحفظ معانا اهو. عايز تعدل عليه هنا ما تدوس عليه مرتين عشان ما يشتغلش. تدوس عليه ايديت هيفتح لك بتاع لو انت عايز تعدل عليه في حاجه. لو انت عايز تشغله تدوس دبل كليك. زي ما انتم شايفين يا جماعه اختفت معانا، اتحذفت خالص. ده كان برضو الامر. نشوف الامر الثاني دي اي ار، قراءه الملفات. ده بيقرا لك الملفات اللي جوه محمد. مثلا لو احنا فتحنا محمد ده كده يوزرز محمد، هنكتب هنا دي اي ار. خلي بالك الامر اللي انت بتكتبه ده بيعود على الملف اللي انت جواه. خليها بس دلوقتي كده نكتب دي اي ار. زي ما انت شايف يا جماعه عرض لك كل الملفات اللي جوه الملف اللي انت جواه. عرض لك الداونلودز، الفيفوريتس، اللينكز، الميوزك. لو احنا دخلنا كده، لو احنا شفناها كده الماي كاتشر دوكيومنتس داونلودز فيفوريتس، يبقى احنا كده شرحنا الدي اي ار. الايكو، الايكو ده بيطبع لك حاجه للمستخدم. مثلا احنا عايزين نطبع مثلا ايكو مثلا ماي نيم از محمد، هيطبع لك ماي نيم از محمد. كده شرحنا الايكو. نيجي بقى هنا للامر اكسيت. لو انت عايز تخرج من السي ام دي تكتب اكسيت، خرج لك من السي ام دي على طول. نروح للامر اللي بعديه ميك دايركشن. لو انت عايز تعمل ملف، مثلا لو انت نخش مثلا عند ديسك توب، ديسك توب. لو انت عايز تعمل ملف او مجلد هنا على الديسك توب تكتب ام دي اختصار لميك دايركشن. الدايركشن يعني ملف. تكتب ميك دايركشن مثلا الاسم اللي انت عايزه، مثلا اكتب محمد. زي ما انتم شايفين يا جماعه عمل ملف هنا باسم محمد. نقل الملف جوه الملف، يعني مثلا الملف ده جوه المجلد محمد، هننقله للمجلد نانا اللي هو ما فيهوش اي حاجه خالص. هنخش هنا نكتب موف. بعد كده احنا لا لازم نخش على المجلد الاول سي دي محمد. دخل على محمد، نكتب موف محمد. خلي بالك هنموف محمد التانية دي عايدة على الملف اللي هو التكست دوت تي اكس تي، طبعا ده الامتداد بتاع الملف. تنقله فين بقى؟ هنيجي هنا هنكتب سي كابيتال او سي سمول زي ما انت عايز، بس انا هفضل لك سي كابيتال. بعد كده هنا بعد كده يوزرز اكتبها كده بالكابيتال. زي ما انتم كده شايفين يا جماعه كتبنا المسار بتاع الملف هنا ده. لو احنا فتحناه كده تاخد المسار ده كوبي تحطه هنا بيست على طول. نشرح كده كود موف دي يعني انقل الملف التكست ده مسافه المسار اللي انت هتنقله فيه. هندوس انتر
وان فايل موفيد. زي ما انتم شايفين يا جماعه مجلد محمد اختفى الملف، لو فتحنا كده مجلد نانا هنلاقيه موجود هنا محمد. نخليها زي ما كده. كده شرحنا الميك دايركشن والموف. نيجي هنا البوز. بوز هنا معناها او اوقف البرنامج. يعني مثلا لو احنا لاحظنا كده، لو احنا كتبنا مثلا سكريبت، او السكريبت ده كان بيتكلم عن انسيت سي دي دايركشن ديل اكس 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 دوت باب تندرس مثلا مي ام دي. كده كده احنا خدنا بنقول كده، احنا بنقول في الباتش سكريبت ده بنقول له في السكريبت ده بنقول له اعمل ملف باسم اكس اكس. مثلا احنا لو دوسنا عليه مرتين كده هتلاقي السيم دي، او انت هتلاحظها او ممكن ما تلاحظهاش، ان السيم دي اشتغل ظهرت واختفت على طول. طب ازاي بقى نعطل الامر ده؟ واحنا عايزين مثلا نشوف الاوامر، نيجي هنا كده عند الملف ندوس في اخره بوز، او في اي حته من البرنامج بوز، بعد كده سيف. ده مجرد كده بيقول لك ايه، ان هو اقف مؤقتا. لما تدوس انتر او تدوس اي حرف يكمل بعد كده البرنامج. لو احنا شغلناه كده زي ما انتم شايفين يا جماعه، هو نفذ امر قبليه، بعد كده بوز، بعد كده بريس اني كي تو كونتينيو. لو انت دوست اي برنامج هيكمل او السكريبت هيكمل الاوامر بعديه. طبعا مفيش اوامر عشان كده هيقفل البرنامج. لو احنا دوسنا مثلا حرف الاتش قفل البرنامج على طول. ار دي ده نيجي بقى امر ار دي ده بيمسح الملفات الملفات او المجلدات، بس لازم تكون فاضيه. يعني مثلا ايه، لو احنا كده قلنا له ديل او ار دي سي دي ديسك توب، بعد كده ار دي نانا زي ما انتم شايفين يا جماعه مسحه. بس لما مثلا ندور كده على الملف موجود فيه حاجه، طب نعمل هنا مثلا ايه محمد ارشيف مثلا هنا كده، هنيجي هنا ار دي محمد. زي ما انتم شايفين يا جماعه ما مسحوش، لان من شروط الكوماند ار دي ان لازم يكون الملف فاضي. نيجي للامر اللي بعديه هو رين. رين ده اختصار ليه ري نيم. لو انت عايز مثلا تعيد تسميه حاجه معينه مثلا عندك، لو احنا هنعيد تسميه مثلا ملف مجلد اكس اكس ده مثلا سي دي ديسك توب، بعد كده هنكتب رين، بعد كده هنكتب اكس اكس، عايزين مثلا نغير ل ام ام مثلا. زي ما انتم شايفين يا جماعه حول الملف من اكس اكس ل ام ام. محدش يفهم اكس اكس ده حاجه غلط يا جماعه بعد اذنكم يعني. ستارت بقى دي بتشغل برنامج. مثلا في حاله مش شرط برامج، في ملفات عايز تشغلها مثلا، هنيجي هنا عند ستارت. خلي بالك كل الاوامر دي انت ينفع تنفذها في السكريبتات، مش في السي ام دي بس، تنفع تنفذها برضه في السكريبتات بتاعتك اللي انت هتعملها بالنوت باد او النوت باد بلس بلس. لو مثلا احنا كده مثلا نعرفنا يا جماعه بس ديسك توب، هنيجي هنا نكتب ستارت، هنكتب ماي اندرسكور باتش دوت بات. خلي بالك اهي ده اسم ملف ماي اندرسكور باتش. الملفات اللي بيبقى بينها مسافات وكده الملفات اللي بينها مسافات، اللي الملفات اللي اسمها بينها مسافات ما ينفعش تشتغل بالستارت. هندوس انتر. زي ما انت شايف يا جماعه فتح معانا السي ام دي، ان هو زي ما انت بتدوس كده كليك يمين دبل كليك كده عليه، هو بيشتغل الامر الستارت بيعمل زي ما انت بتعمل، بيدوس كليك يمين دبل كليك عليه يعني او بيشغله. هنا نيجي بقى لحاجه اسمها المتغيرات او المتغيرات الديفولت. نيجي بقى هنا للمتغيرات الافتراضيه. ان شاء الله نشرح المتغيرات في الدرس الجاي، بس هناخد نبذه عنها كده. نيجي تاني للتايم. عايز تظهر انت مثلا التايم، عفوا يا جماعه كده، عايز مثلا تظهر التايم بتاع الوقت بتاعك او الوقت اللي على الجهاز دلوقتي، هنكتب هنا كده ايكو او اطبع التايم. طبعا لو انت شايف حاجات صعبه ده طبعا اكيد في اول مره كده بتلاقيها صعبه اللي انت مبتدئ، فانت ان شاء الله مع التمارين ومع الدروس الجايه هتفهم كل حاجه باذن الله. شيفت كده اللي هي علامه البيرسنت او علامه الفيميل، تدوس انتر هيطلع لك الوقت بتاع الجهاز بتاعك. كان عنده الساعه 49 دقيقه. في هنا الداتا، لو انت عايز مثلا تطلع التاريخ بتاع الجهاز بتاعك او التاريخ بتاع حاليا دلوقتي، لو انت مسجله بالتاريخ الحقيقي داتا ايكو داتا
دات اكو دات عفوا انا بس يا جماعه كتبتها داتا بالايه مش هي بالاي. داتا ساندي 27/5/2018. نيجي للامر اللي بعديه كوبي. لو انت عايز تنقل مثلا او تعمل نسخه من الملف توديها مكان تاني، هنيجي هنا مثلا عايزين ننقل ناخد نسخه من ملف ماي باتش ده ونحطه في محمد ماي اندرسكور باتش. هنيجي هنا هو في الديسكتوب دلوقتي كوبي ماي اندرسكور باتش دوت بات، نكتب الامدادات بتاعها. بعد كده بقى نكتب المجلد اللي احنا هنوديه فيه. هنفتح كده محمد، نيجي هنا ندوس كليك شمال الليفت كليك كده كوبي، ناخد ده المسار بتاع الملف الموجود عليه، ناخد هنا ندوس بيست، هندوس اوكي او ندوس انتر. واحد وان فايل كوبيد، نروح هنا محمد زي ما انتم شايفين يا جماعه عمل نسخه من الملف ووداها هنا. نيجي للامر اللي بعديه اتريب. لو انت عايز تخفي الملف ده او تظهره، طبعا دي ميزه في الويندوز. مثلا احنا عايزين نخفي، مثلا نعمل ملف كده مثلا نكتب هنا بيت ماج، مثلا نكتب هنا بي بي او طبعا دوت بي ام بي على طول لو نتاكد كده دوت بي ام بي. هنيجي هنا نكتب اتريب تي تي ار اي بي، بعد كده بلس اتش يعني اخفي الملف، نايس اتش او اللي هي العلامه بتاعت الناقص دي بقى اظهار الملف. نكتب مثلا هنا بلس اتش الفايل نيم بي بي دوت بي ام بي او دوت بي دوت بي ام بي. زي ما انتم شايفين يا جماعه هو ما اختفاش، بس انا عامل بس يعني هو يعتبر كده من ملفات النظام. ملفات النظام ما بتظهرش عاده او بتبقى مخفيه، لان انا بس انا عندي برنامج كده بيظهر لي ملفات النظام اللي عندي. طبعا هو عندك لو انت مش عامل، لو انت عامل اظهار لملفات النظام دي طبعا هتختفي، لكن هي بس راحت كده. ده بيقول لي انها ملفات النظام هي اصلا مخفيه. هنيجي هنا اتريب، بس انت لو جيت هنا عملت الدي اي ار هتظهر تقريبا. لا هي كده مش ظاهرة على فكرة. لا هي مش هتظهر لو انت عملت البتاع ده اتريب، مش هيظهر كده. لو انت عايز تظهره تاني تكتب اتريب ناقص دي او دي اتش، تكتب بالفايل بي بي دوت بي ام بي بي ام بي انتر. زي ما انتم شايفين يا جماعه رجع تاني. طب هتقول لي سؤال دلوقتي، افرض انا مثلا اخفيت ملف، ومثلا اخفيت ملفات كتير بس انا مش فاكر اسمها، ازاي ارجع؟ عن طريق بس تروح كده عند المايك كمبيوتر، بعد كده كليك يمين على الكمبيوتر، بعد كده بروبرتس. لا مش هي دي يا جماعه، انا سوري انا اسف. بعد كده هتروح على كنترول بانل، بعد كده هتروح على العلامه التانيه دي، بعد كده فولدر اوبشنز فيو، بعد كده هتنزل هتلاقي هايدن فايلز اند فولدرز. هتيجي هنا هي هتكون عندك هنا، هتخليه هنا شو هايدن فولدرز هايدن فايلز اند فولدرز اند درايف، بعد كده ابلاي بعد كده اوكي. هتلاقيها ظهرت معاك، او مثلا هتلاقيها ظهرت اللي هي باللون الشفاف اللي احنا كنا شايفينه من شويه ده. نروح للامر اللي بعديه اللي هو هيلب. اي حاجه او اي حاجه انت نسيتها مثلا في السي ام دي، او مثلا تكتب هيلب مثلا، هيظهر لك كل المتغيرات او كل الاوامر اللي عندك اللي موجوده عندك. يعني مثلا ايه، هتلاقي انت عندك موف مور، ان شاء الله نشرح كل ده باذن الله. الاوامر دي كلها هنشرحها في الدوره باذن الله. التريب برضو لقيناها، سي ام دي، سي ال اس، ان شاء الله نشرح الدوره دي الكل زي ما انتم. وبس ده كان درس النهارده يا جماعه، ويا ريت تتابعوا الدوره باذن الله، هتفيدكم كتير جدا يا جماعه. وان شاء الله لو انت ما فهمتش حاجه برده من الدرس، سيب تعليق تحت الفيديو ان شاء الله ارد عليك اللي انت ما فهمتوش. لو ما فهمتش اي حاجه من الدرس ده، هسيب لك برده في الديسكربشن شويه دورات كده برده لنفس لغه الباتش سكريبت. لو انت ما فهمتش مني، يا ريت تروح تشوف الدورات دي باذن الله في قنوات تانية برضو بتشرح الحاجات دي يعني كويسه. نلقاكم في درس اخر ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.